لعبة كول اوف ديوتي القادمة باسم كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور تقريبا تسربت بالكامل. اول شيء تأكدنا 100% انه الاسم بلاك اوبس كولد وور تسربت جميع مهمات القصة اللي راح نتكلم عنها بهالفيديو ونناقشها مهمة جميع مابات المالتي بلاير وماب الزومبي، فاي في معلومات جدا ضخمة. يلا خلينا نبدأ بالفيديو. طبعا يا شباب هالفيديو برعاية أوروس جيجا بايت وفي جيفوي مقدم منهم غير الجيفوي الشهري. طبعا معالجات انتل رجعت للسوق بشكل جدا قوي. اللي قدامكم حاليا هو اول معالج من انتل i7 من الجيل العاشر اللي هو i7-10700K خليفة المعالج 9700K اللي كان من افضل معالجات للالعاب. بس المعالج القديم اللي هو 9700K كان فيه عيب اللي هو فيه 8 انوية و 8 مسارات فقط، بينما المعالج الجديد اللي هو 10700K من انتل فيه 10 انوية و 16 مسار. بتشوفوا اداء المعالج هاد بينه وبين ال 9700 القديم او بينه وبين الرايزن 7 3700X اللي هو المنافس، راح تلاقوا انه بتفوق عليهم بشكل جدا كبير من ناحيه الاداء بمعظم الالعاب. ومهما كان اول معالج لازم يكون عندك ماذر بورد قوي يستحمل قوته، واورس جيجا بايت بتوفر اكثر من ماذر بورد بدعم هالمعالج بمزايا واسعار مختلفه. نفس الماذر بورد شايفينه قدامكم حاليا اللي هو جيجا بايت زي 940 اورس الترا. طبعا هالماذر بورد مجرد ما تشوفها قبل لا نحكي عن ادائها راح تشوفه انه مبني بشكل جدا خرافي وبكواليتي جدا عالي، مبني بيب هيفي ديوتي 12 فيز ديجيتال في ار ام و15 اي ام بي باور، والبوليمر كاباسيتور بتزيد الاستابيليتي والبرفورمانس بالماذر بورد بحال استعملت الاوفر كلوكينج. الماذر بورد بيدعم واي فاي 6 وسرعه انترنت حتى 2.5 جيجا بايت، وبيدعم بشكل جدا رهيب انترنت الفايبر او الالياف، بيدعم هاي بيت ريت اوديو يو اس بي سي 3.2 من الجنريشن الثاني، والاوتبوت من الماذر بورد بيدعم 4 كي بشكل كامل، والدايركت تاتش 2 هيت بايب سيت اب راح ياكد البروده للماذر بورد ولكل الاشياء اللي مركبه عليه. طبعا فيه 3 بوردات، فيه بي سي اي 3.16 وفيه بي سي اي 3.8 وفيه بي سي اي 3.4. كل بورد فينا ياخذ 4 رام دي دي ار 4. فالماذر بورد جيجا بايت زي 940 اورس الترا هو الانسب لمعالجات الجيل العاشر من انتل نفس اي 7 10700K اللي ورجيناكم اياه بدايه الفيديو. وشركه جيجا بايت وفروا لي ماذر بورد ثاني اسوي عليه جيف اوي لكم اللي هو بي 360 اورس جيمنج 3 واي فاي. اذا حاب تدخل فرصه الفوز على هالماذر بورد كل عليك تسويه ادعم فيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيله التواصل فيه معك، ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي شباب، بهالفيديو راح نتكلم اول شيء عن التسريبات الجديده اللي مصلها نازله يومين اللي اكدت اللعبه راح تيجي باسم كول ديوتي بلاك اوبس كولد وور. بعدين راح نتكلم عن التسريب الجديد اللي طلع عن مهمات القصه الزومبي والمالتي بلاير. طيب اول شيء في شخص اسمه اوكومي على تويتر، هذا مسرب مشهور بتاريخ كول اوف ديوتي، هو اللي سرب انه كول اوف ديوتي مودرن وورفير راح ينزلها الفا 2v2. تتذكروا هالكلام السنه الماضيه شهر 7 نزل فعليا الفا لمودرن وورفير 2v2، فهو اول شخص سرب هالكلام وطلع صح. بعدين هو اول شخص قال انه عنوان كول اوف ديوتي القادم راح يكون بلاك اوبس كولد وور، هو اول شخص ذكر هالاسم، وبعدين كثير مواقع اكدت هالكلام، فشخص نوعا ما موثوق. فالمهم هالشخص من كم يوم حط تويتر نو ديلي ريفيل فيري سون، قال انه كول اوف ديوتي القادمه اولا ما راح تتاخر، كثير قاعد يتوقع انه راح يتاخر نزولها بسبب وضع كورونا. وغير كورونا اصلا الشركه تكلمت قبل انه كيف اجالها ضغط، ما عندها هالمره عندها سنه اقل لتعمل اللعبه، فالكل توقع تاخير او تاجيل بنزول اللعبه، قال لا ما في تاخير. بعدين قال ريفيل فيري سون انه الاعلان عن اللعبه جدا جدا قريب. وغير هيك عندنا دليل من اكتيفيجن نفسه ان اللعبه راح تنزل هالسنه وما راح تتاجل. في حدث لاكتيفيجن صار للمستثمرين بشهر 2 تقريبا، بالحدث هذا قالوا انه هالسنه راح تنزلهم 3 العاب، فاعلنوا عن لعبتين ولسه اللعبه الثالثه ما اعلنوا عنها. اعلنوا عن لعبه توني هوك لعبه التزلج، وقالوا على لعبه كراش الجديده اتس اباوت تايم، واللعبه الثالثه الى الان ما ذكروا شو هي، فواضح اللعبه الثالثه هي كول اوف ديوتي. وفي تسريبات جدا قويه تقول ان الاعلان راح يكون قبل تاريخ 5/8 او بيوم 5/8. ليش؟ لانه اعلان السيزون القادم لمودر وورفير راح يكون ب 5/8، وكل سيزون بيعملوا تغييرات على المالتي بلاير والوور زون بمودر وورفير من هالكلام. وغير هيك بتاريخ 4/8 راح يكون في مؤتمر لاكتيفيجن للمستثمرين كمان مره ثانيه، فيعني مستحيل يعملوا هالمؤتمر بدون ما يتكلموا عن لعبتهم لعبه كول اوف ديوتي القادمه. وغير هيك الناس متوقعين بشكل جدا كبير انه كول اوف ديوتي يعملوا نفس فورتنايت. فورتنايت احيانا بيعملوا حدث بيخلوا كل الناس يجوا يشوفوا حفله موسيقيه او فيلم او شيء من الكلام بنفس الوقت، فالناس متوقعين انه اعلان
كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور راح يكون داخل الوور زون جوا ملعب كرة القدم اللي شايفينه مسكر بالوور زون، راح ينفتح نفوت فيه ما حد فينا يذبح الثاني ونشوف فيه اعلان بلاك اوبس كولد وور. ليش؟ لانه الوور زون إلها عدد لاعبين بشكل جدا كبير لأنه لعبة مجانية، هذا أهم سبب، وغير هيك فيها كروس بلاي، ففي عدد جدا كبير يلعب وورزون وما هم لاعبين كول اوف ديوتي أصلا. يعني تلاقي كتير ناس عم يلعبوا وورزون وبحياتهم ما لعبوا ولا جزء لكول اوف ديوتي. فأكتيفيجن رح تستغل هالفرصة عشان تقول لهدول الناس تعالوا شوفوا إعلان كول اوف ديوتي القادم، لأنه لو نزل على يوتيوب بشكل طبيعي ما رح يشوفوه، بس لو كان حدث جوا الوورزون رح يشوفوه. فيعني هينزل إعلان على يوتيوب، بس أول ما قبل ينزل على يوتيوب رح يعلنوه بالوورزون. طبعا هالكلام كله إشاعات، بس يوم 5/8 تقريبا معظم الناس مؤكدين عليه إنه رح نشوف في إعلان كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. فتاريخ 5/8 هو يوم الأربعاء، يوم الأربعاء القادم، فخلاص ما في داعي نستنى كثير، أسبوع بالضبط ورح نعرف. طيب، وإجالنا تسريب شبه مؤكد 99.9% إنه اسم كول اوف ديوتي القادم راح يكون بلاك اوبس كولد وور. أدري كثير تكلمنا عن بلاك اوبس كولد وور وكثير جبنا سيرتها، بس ما كان عندنا أي دليل، كان كله إشاعات، ما في أي دليل مثبت إنه اسمها بلاك اوبس كولد وور. هالمرة عندنا أول دليل ودليل شبه مؤكد اللي هو عن طريق دوريتوس. اللي ما يدري كول اوف ديوتي كل سنة لما تنزل يعملوا عقد بينهم وبين شيبس دوريتوس بأمريكا، إن اللي يشتري شيبس دوريتوس راح ياخذ أكواد دبل اكس بي ساعة ولا ساعتين بالمالتي بلاير. كل سنة كول اوف ديوتي يعملوا هالكلام، ومن قبل تسربت كول اوف ديوتي كمان عن طريق دوريتوس. ففي هالصورة اللي شايفينها قدامكم حاليا، إن شاء الله ما يجيني كوبي رايت سترايك على قناتي. المهم هالصورة مثل ما شايفينها سربها أحد الموظفين بمستودعات دوريتوس، قال إنه وصلتهم شحنة شباس دوريتوس وكان فيها اسم كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور، وكان في جوا الأكياس أكواد للدبل اكس بي. يعني صراحة ما أشوف اي داعي ما اصدق هالكلام، كول اوف ديوتي دائما يعملوا هالشيء مع دوريتوس، والصوره صراحه واضح انه حقيقيه. وفي يوتيوبر اجنبي باسم انكاشر، هاليوتيوبر يحمل عن كول اوف ديوتي شنو الكلام. المهم هاليوتيوبر قال انه قبل 5 سنين قبل ما تنزل بلاك اوب 3 كان يشتغل مع بيبسي بشركه بيبسي شنو الكلام، واحيانا يبعثوه لدوريتوس او ماونتن ديو. اللي ما يدري بيبسي شركه ضخمه، مو بس مشروبات بيبسي، تحتها ديو وتحتها دوريتوس ومشروبات كثير غيرها. فالمهم فانه لما نقلوه على قسم دوريتوس قبل ما تنزل بلاك اوب 3 قبل يعلنوا عنها، وصلتهم هنيك شحنة دبل اكس بي لبلاك اوب 3، وكان قبل باسبوع ما ينزل اعلان بلاك اوب 3. فحاليا قاعدين نشوفه انه هذا الشخص سرب صورة دبل اكس بي، والاشاعات طلع انه بعد باسبوع اللي هو 5/8 راح نشوف الاعلان. فالامور جدا مترابطة. طبعا الشعار مثل ما شايفينه بلاك اوبس كولد وور، في خط على الشعار الايه شكله حلو صراحة، بس هالخط يعني ادري تفصيلة صغيرة وممكن واحد يقول يا رجال قاعد تشوف تفاصيل صغيرة، بس خلني اقولها واعطوني رأيكم بالكومنت. هالخط عادة ما نشوفها الا على العاب كول اوف ديوتي المستقبلية، نفس الادفانس وغيرها يحط لك خط بنص الحرف، ما نشوفها بعنوان لعبة قديمة. فممكن هي اللعبة بالكولد وور بالحرب الباردة، بس ممكن نفس بلاك اوب 3 انه نكون بالمستقبل ونرجع الماضي ونلعب الاحداث بالماضي بعدين نرجع للمستقبل، ما ندري نستنى ونشوف. بس انه هالخط نوعا ما يعني حتى شفت اكثر من شخص معلق عليه انه غريب اسم كولد وور وشكل الخط وشكل الاحرف كلعبه مستقبليه نوعا ما. طيب خلينا الحين نتكلم عن طول القصه المالتي بلاير والزومبي. الزومبي والمالتي بلاير عندنا تسريبات خفيفه، بس طول القصه عندنا تسريبات جدا ثقيله وممكن تحرق عليك. طبعا ما في حرق احداث، بس في حرق لجميع اسماء المهمات وممكن نوعا ما تحرق عليك. فلو انت تبي تلعب طول القصه وما تعرف اي شيء عنها وما تبي ينحرق عليك ولا شيء، قدم الفيديو دقيقتين ثلاثه لتروح لقسم الزومبي والمالتي بلاير. الزومبي والمالتي بلاير ما في حرق ابدا. طيب فاول شيء خلينا نحكي لكم من وين طلعوا هالتسريبات او هالليكس. من فتره على البلاي ستيشن 4 نزلت الفا باسم ذا ريد دور، ناس شافوا اشخاص معينين عم بيلعبوا لعبه اسمها ذا ريد دور. فالناس دخلوا على موقع يطلع لك الالعاب المخفيه وشيء من الكلام، وكتبوا ذا ريد دور وطلعت معهم ان هي كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. ما طلعت معهم، هم حملوها وبعدين عملوا لها داتا ماين وفاتوا بملفاتها وطلعت لهم صوره كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور اللي شايفينها قدامكم حاليا. هي مو الصوره الاصليه، هي صوره حدا عاملها، لو لاحظت الصوره الاصليه راح يجيني كوبي رايت سترايك، بس جدا شبيهه بالصوره الاصليه. فطلع معهم اسم بلاك اوبس كولد وور. فاللعبه هي الفا ضل ينزلها تحديثات، وصل حجمها تقريبا 90 جيجا. فتخيلوا الفا وحجمها 90 جيجا،
الله يستر كم هيكون حجم اللعبة لما تنزل بشكل كامل. فالمهم نفس الألفة هاي The Red Door نزلت على الإكس بوكس من أسبوعين تقريبا، وعلى الإكس بوكس كان في ثغرة بالنظام، قدروا الناس يطلعوا ملفات كتير من The Red Door هاي غير البلاي ستيشن. البلاي ستيشن كان في نظام حماية، على الإكس بوكس قدروا يطلعوا كتير أشياء منها، ومن الأشياء اللي طلعوها هي جميع أسماء مهمات طور القصة والمالتي بلاير والزومبيز. فبالنسبة لطور القصة خلنا نتكلم على المشنات. أول مشن بطور القصة عنا يا اسمه كي جي بي. اللي ما بيعرف شو الكي جي بي، هي نفس السي اي اي التحريات الأمريكية، بس كانت الكي جي بي كانت تابعة لروسيا أو للاتحاد السوفيتي بالحرب الباردة. يعني حاليا ما في كي جي بي، خلاص كانت موجودة بالحرب الباردة، فهذا دليل انه فعليا اللعبة راح تكون بالحرب الباردة. وممكن نشوف شخصية رازنوف اذا كانت نفس القصة، ما كانت قصة تانية بعالم اخر، فاي شخصية رازنوف روسي واحتمال جدا كبير انه نشوفه. تاني مهمة بطول القصة اسمها سيج او حصار، صراحة ما عندي اي معلومات وين ممكن تكون هالشيء. ثالث مهمة بطول القصة باسم يامن 2، طبعا ادري ممكن حد يقول باليمن او شيء، لا ما لها علاقة باليمن، ادري اول كلمة يمن بس لا هي ما لها علاقة باليمن. يامن 2 هي منطقة او منطقة نيوكلير او نيوكلير فاسيليتي مشهورة بروسيا على ايام الحرب الباردة، وفي مهمة ببلاك اوبس 1 باسم WMD كانت بيامن 2، هي شايفينها قدامكم حاليا. بعدين في عنا السايد ميشن. سايد ميشن بحياتنا ما شفنا بتاريخ كول اوف ديوتي سايد ميشن او مهمات عشوائيه تبي تسويها تبي لا. فاظن يعني شفت واحد يقول انه كان في سايد ميشن بكول اوف ديوتي انفينيت وورفير طور القصه، بس بكل صراحه ما لعبتها، فاللي لعب طور القصه بانفينيت وورفير يا ريت يصحح لنا المعلومه بالتعليقات. فالمهم السايد ميشن او المهمات الجانبيه اللي ما في داعي تلعبها اللي هي تيك داون وتندرا، وصراحة مرة تانية ما عندي أي فكرة عن الأسماء هاي. بعدين المهمة الرابعة الأساسية باسمها هاب 8 وراح تكون بألمانيا. فهاب 8 كمان ما عندنا أي معلومات، بس عادة هاب تستعمل بالمطارات، إنه هاب 1 الفرع الأول، هاب 2 الفرع الثاني، فممكن هالما بيكون بمطار بألمانيا. غير هيك عندنا ماب تاني كمان بألمانيا باسم ستيك أوت، أو ستيك أوت كان اسم سلاح ببلاك أوبس 1 شوتجن، فاي ما عندي فكرة عن الماب نفسه، بس راح يكون بألمانيا واسم سلاح من بلاك اوبس 1. بعدين المهمة اللي بعدها بطور القصة باسم ارامادا راح يكون بالفيتنام. بعدين عنا المهمة اللي بعدها باسم ابريزنرز كمان راح تكون بالفيتنام. طبعا المهمة هاي طلع كلام عليها انه بقصة بلاك اوبس 1 في احد المهمات بيكون الشخصية الاساسية اللي هو سيرجن فرانكوود بياخدوه كمعتقل، بياخدوه كرهينة، واللي بيخطفه وبياخده كرهينة هو منندز الشرير من بلاك اوبس 2، والمهمة هاي بتكون كمان بالفيتنام. فحاليا اسم المهمة ببلاك اوبس كولد وور بريزنرز وبالفيتنام، فاسم المهمة بالعربي ما يدري السجناء، وهو فرانكوود كان معه سجناء غيره، ما كان هو الوحيد اللي مخطوب. فممكن نشوف احداث القصة بنفس عالم بلاك اوبس، يعني هذا دليل نوعا ما لو كان كلام صحيح انه القصة ما راح تكون بعالم مخالف، ما راح تكون بعالم موازي نفس مودر وورفير. مودر وورفير شفنا كابتن برايس وكذا، بس كانت القصة بعالم تاني ما له علاقة بمودر وورفير 1 و 2 و 3، بينما هون شكلها لا راح تكون احداث القصة بعالم بلاك اوبس نفسه، بس باحداث نحن ما شفناها بين بلاك اوبس 1 وبين بلاك اوبس 2. بعدين عنا اخر مهمات، عنا مهمة باسم ريفولوشن او الثورة، وريفولوشن راح تكون بمدينة او بلد انياكا جروي. طبعا مدينة انياكا جروي صار فيها ثورة فعليا بعالمنا الحقيقي عام 1978، وكانت ثورة جدا ضخمة. ففعليا اسم المهمة ثورة، وبمدينة نياغروي وبتاريخنا الحقيقي هالمدينة فعليا صار فيها ثورة، فشكلنا راح تكون احداث المهمة عام 1978 اللي هو بالحرب الباردة او الكولد وور، عم تجينا تأكيدات كتير. بعدين عنا مهمة باسم امريكا بس بروسيا، يعني اسم المهمة امريكا بس بروسيا، وامريكا مكتوبة بالكي، هي امريكا اصلا تنكتب اخر الحرف قبل الاخير بالسي، هون بالكي، فنوعا ما يعني اسم امريكا بس اللي عم يحكيه روسي. فصراحة ما عندي شكلها، شكلها المهمة نوعا ما غريبة انه اسم امريكا بس بروسيا، ما هي بامريكا. بعدين عنا الميشن الاخيرة باسم دوغا، هالمهمة شكلها خرافية لانه دوغا هي محطة رادارات بشا
شيرنوبل. أظن الكل بيعرف شيرنوبل، نزل عنها مسلسل من فترة. بشكل سريع، شيرنوبل هي أكبر انفجار تفاعل نووي صار بالتاريخ، صار بالاتحاد السوفيتي. فآخر ميشن بكول أوف ديوتي بلاك أوبس كولد وور اسمها دوغا، ودوغا فعليا هي محطة رادارات كانت بشيرنوبل تابعة للروسيين أو الاتحاد السوفيتي، وكانت محطة رادارات للحماية من الصواريخ الأمريكية. وهيك بنكون خلصنا كلام عن القصة. أتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات هل بتظنوا راح تكون بنفس عالم بلاك أوبس ولا بعالم موازي نفس اللي صار مع مودرن وورفير. طيب خلينا نتكلم عن المالتي بلاير والوور زون بشكل جدا سريع، وبعدين آخر شيء نتكلم عن الزومبي. بالمالتي بلاير أسماء المابات اللي تسربت في 8 مابات. اسم الماب الأول بلاك سي، بعدين عنا سيرتل، بعدين عنا كي جي بي اللي هي مثل السي اي مثل ما قلتلكم، بعدين عنا ميامي مدينة بأمريكا، موسكو عاصمة روسيا، عنا ساتلايت، وعنا التانك. تانك شفنا لها جيم بلاي مسرب، تكلمت عنه قبل. بعدين عنا تاندرا، 8 مابات فقط. بعض الناس قال انه 8 مابات قليل، بس ما ندري، ممكن انه هي فقط الفا، هي المابات فقط موجوده بالالفا، يمكن في مابات اكثر، او ممكن هالمابات زائد الاربع مابات اللي سمعنا قبل انه راح ترجع اللي شفناها ببلاك اوب 3 وببلاك اوبس 4 اللي هم نيوك تاون، هي موجوده دائما، فايرنج رينج، وباقي الثلاث مابات راح احط صوره قدامهم. فممكن 8 مابات اصليه ونيوك تاون واربع مابات من اجزاء قديمه. طيب وبعدين عندنا الوور زون، تكلمت فيديوهات قبل انه الوور زون راح ينزلوا ماب جديد خاص ببلاك اوبس، او ممكن الماب الموجود حاليا ينحذف او يصير عليه تغييرات ملائمه لبلاك اوبس كولد وور مع اسلحه بلاك اوبس كولد وور. يعني اللي عند اللي محمل وور زون راح يصير ابديت ضخم عليها يحولها لوور زون لبلاك اوبس. فحكوا انه في بعض مناطق الجديده اللي طلعوا اسمائها، اول منطقه اسمها دوغا اللي هي منطقه الرادارات بشيرنوبل، بعدين فورست غابه، بعدين راشا روسيا هي اسم منطقه، بعدين سكاي سلوبس. فهي الاسم المناطق الجديده اللي طلعت من وور زون بلاك اوف كولد وور. طيب اخيرا خلينا نتكلم عن الزومبي. بالزومبي طلع بالملفات انه في ماب واحد بس، والماب اسمه سيلفر. طبعا اكيد الماب ما راح يكون اسمه سيلفر. بلاك اوبس عاده عندهم الزومبي اكثر شيء مشفر، ما بدهم اي واحد يعرف اي تسريبات عن الزومبي، فيغيروا باسامي المابات. دائما اسامي المابات ببلاك اوبس يحطوها الوان، هاي الاسامي مشان لو ناس دخلوا على ملفات اللعبه وطلعوها نفس اللي صار حاليا ما يعرفوا اسم الماب الحقيقي. مثلا بلاك اوبس 4 كان اسم ماب الفا اوميجا، كان اسمه بملفات وايت ابيض، وماب انشنت ايفل كان اسمه اورنج اورنجي. فحاليا عندنا اسم الماب سيلفر اللي هو اللون الفضي، وللاسف ما عندنا اي معلومات ثانيه فعليا الزومبي. وكويس صراحه فرحان انه ما في اي تسريبات عن الزومبي، بس اللي نعرفه انه في ماب واحد بس. ممكن في اكثر من مابات، بس حاليا بالالفا ما في الا ماب واحد عم يجربوه، وباللعبه راح يكون في اكثر من ماب، او ممكن في يعني ماب واحد جدا ضخم، فما ندري. اتمنى تكملوا التعليقات، هل بدكم بالزومبي ماب واحد يكون خرافي وتعبانين عليه ونرجع نلعبه، ولا بدكم نفس بلاك اوبس 4 اللعبه تبدا مع اكثر من ماب؟ في شباب هالفيديو اليوم اتمنى يكون عجبكم. اتمنى من هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات ارائكم عن تسريبات هي كلها، وبس كمانكم شاركيال شركه كيش كم فيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.